مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هنا في علا مرحبا اصدقائي، فيديو جديد معكم صابر من فلسطين. عودة ميمونة للرئيس عبد المجيد تبون بإشارة النصر لصقور الجزائر بعد زيارته لدولة البرتغال التي جنت بثمارها لدولة الجزائر، فكانت زيارة موفقة من الرئيس عبد المجيد تبون. فبعدما تلفظ البعض باستقبال الرئيس تبون وقال عنه استقبال باهت، رأينا في بداية الفيديو الاستقبال الحار من البرلمان البرتغالي. فبعد أن رأينا سعادة عمي تبون الرئيس الجزائري، وكما رأينا تأثره في بداية الفيديو بالنجاح الباهر الذي قدمه في دولة البرتغال، يكاد أن يبكي للإنجازات العظيمة التي قدمها لدولة الجزائر وحتى للشعوب والدول العربية. فكما قال الرئيس البرتغالي أن الجزائر لها دور كبير في تحرير الشعوب. بتمنى منكم دعم هذه الحلقة من خلال اللايك والمشاركة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وعلشان نوصل رسالة الرئيس عبد المجيد تبون لكل العالم، رسالة المعلم والأستاذ عبد المجيد تبون. فهو تخلى عن لقب الفخامة وما زال لقب الفخامة يليق به، فهو رجل الأفعال وليس الأقوال، فخامته في أفعاله، فهو رجل الأفعال وليس الشعارات. فكانت تتحدث الصحف عن الرئيس تبون والرئيس البرتغالي كالطالب وأستاذ. خلينا نشوف خطاب الرئيس البرتغالي كأنه يبدو كمشروع تخرج لطالب أمام أستاذه. فكان الأستاذ الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون والطالب الرئيس البرتغالي، دعونا نشاهد. البرتغال apoia também uma solução política justa e duradoura para o Sahara Ocidental, a contente todas as partes a negociar no âmbito das Nações Unidas, reconhecendo as aspirações do povo saharaui. A posição de Portugal tem sido e continua a ser a mesma constante ao longo dos anos. بعدما رأينا الرئيس عبد المجيد تبون الذي يتخلى عن لقب الفخامة، فخامته في أفعاله مثل ما قلنا. فرأينا الرئيس عبد المجيد تبون جالس وكأنه الدكتور أو الأستاذ أمام التلميذ الذي يتحدث عن مشروع تخرجه. فالدبلوماسية الجزائرية التبونية جنت بثمارها وكان إنجاز عظيم، فضربت فرنسا بإيطاليا وضربت إسبانيا بالبرتغال. كل التحية والتقدير لعمي تبون، وكل التحية والتقدير لكل أهلنا في الجزائر. دعونا نرى إشراف الرئيس عبد المجيد تبون بصحبة الرئيس البرتغالي على المعاهدات والاتفاقيات التي حدثت بين الجزائر والبرتغال. تابعونا للنهاية لأنه حنشوف تقرير من الصحافة العربية والأجنبية تشيد بهذه الزيارة وتؤكد نجاحها 100%. تحيا الجزائر، ودعونا نرى بعض الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعها كبار الشخصيات في الجزائر بإشراف الرئيس عبد المجيد تبون. بمناسبة زيارة فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سيتم حفل توقيع الصكوك القانونية التالية: مذكرة تفاهم في مجال الحكومة الرقمية والتحديث الإداري. يوقع عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف، وعن الجمهورية البرتغالية معالي وزير الخارجية السيد جوان غوميش كرافينيو. برنامج التبادل الثقافي للفترة من 2023 إلى 2025 عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يوقع معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف، وعن الجمهورية البرتغالية معالي وزير الخارجية السيد جوان غوميش كرافينيو. مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا.
الآن نوايا لتعزيز التعاون الثنائي. يوقع عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف، وعن الجمهورية البرتغالية يوقع معالي وزير الخارجية السيد جوان غوميش كرافينيو. مذكرة تفاهم حول المؤسسات الناشئة والابتكار، يوقع عن الجمهورية البرتغالية معالي وزير الاقتصاد والبحر السيد أنطونيو كوشتا سيلفا، وعن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوقع معالي وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة السيد ياسين المهدي وليد. الدبلوماسية الجزائرية تجبر الإعلام الأوروبي على احترام الجزائر، تجبر الإعلام العربي على الافتخار بالجزائر. فبعد الإشاعات بأن الزيارة كانت مبهمة، الاستقبال كان باهت، تفاجأ الجميع بأن الكل يتحدث عن هذه الزيارة. دعونا نرى تقرير الـ ANN شبكة الأخبار العربية من لندن، ماذا قالت عن هذا الحدث وكيف كان تقريرها بالنسبة لزيارة عبد المجيد تبون إلى البرتغال. بعدما رأينا هذه الإنجازات العظيمة التي تقدمها الجزائر للأمة الإسلامية قبل أن تقدمها للجزائر نفسها، كل التحية والتقدير للرئيس عبد المجيد تبون، وكل التحية والتقدير لدولة الجزائر القارة، الدولة العظمى، فخر العرب الذي يفتخر فيها كل عربي. كل التحية والتقدير لكم، أخوكم صابر كلاب من فلسطين، نقول دوما تحيا الجزائر وعاشت فلسطين عربية حرة.